هذه امرأة حجت قبل 40 سنة وطافت طواف القدوم وهي في اليوم الثامن من أيام الحيض. هذه امرأة حجت قبل 40 سنة وطافت طواف القدوم وهي في اليوم الثامن من أيام الحيض ولم تكن طاهرة، فماذا عليها الآن؟ طواف القدوم سنة، إذا بطل لا يؤثر، إنما لو طافت طواف الإفاضة وهي حائضة لو اللي فيه الكلام، لا، أما طواف القدوم هذا سنة، إذا بطل لا يؤثر عليها. نعم.